كانت أخبارنا الثقافية لليوم، ورح ننتقل لمادتنا التالية يلي دايما كثير من الأهل بيكون عندهم تخوف من إصابة أطفالهم بالتوحد، لكن العديد منهم ما عندهم معلومات عن أهم المؤشرات وعلامات هالاضطراب، واليوم رح نتعرف عليه أكثر وعلى التوحد وعلاماته وطرق علاجه مع لينا صبيح أخصائية نطق. أهلا وسهلا لينا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا يمكن نعرف مرض التوحد للمشاهدين، ونقول ايمت الطفل يصاب بمرض التوحد او ايمت بيتم اكتشافه. تمام. قبل ما بلش بتعريفه رح اعقب على كلمه قلتيها، هو مو مرض، هو اضطراب نمائي يصيب العقل يؤدي الى سلوكيات خاطئه. دائما المتعارف عليه انه بنقول مرض التوحد. صحيح. التوحد ابدا ما له مرض، هو اضطراب نمائي غير معروف المنشا. لا يعد مرض نفسي يعني. لا يعد مرض نفسي، هو اضطراب نمائي. نمائي يعني اختلف الادراك عند الطفل، اختلفت مؤشرات تفاعله بالحياه، فلهيك هو اسمه اضطراب وليس مرض انه نعدى منه او صابه. صحيح. او كذا، لانه هو غير معروف المنشا يعني، ولا دراسه ولا ابحاث لحد وقتنا هذا. وقديش تطور حتى الامراض النفسيه هي مو عدوى، هي تصاب يعني. فينا نقول امراض نفسيه ما بتنتقل عدوى، هي يصاب فيها، بس هي الفرق بمرض التوحد فينا نقول لانه هو بيخلق مع الطفل، هو غير معروف المنشا، لهيك هو يسمى باضطراب نمائي. اضطرب الطفل من الناحية السلوكية، من الناحية النمائية، لهيك تولدت عنده هي السلوكيات الخاطئة. لينا، يعني كمان بيقولوا انه في شيء اسمه طيف التوحد وتوحد، شو الفرق بيناتهم؟ ايه، هلا اغلب الناس الغير مختصين دائما بيفكروا كلمة طيف التوحد هي كلمة كثير خفيفة. يعني اكثر الامهات بيقول انا ابني منصاب بطيف التوحد، يعني شيء بسيط. لا، طيف التوحد هو المظله الشامله اللي تحتها بيجي التوحد الكلاسيكي، متلازمه ريت، متلازمه اسبرجر، يعني كل يعني متلازمات. فالتوحد هو يعني جزء من المظله الشامله اللي هي اسمها طيف التوحد. طيب خلينا نعرف المشاهدين ايمت بيتم اكتشافه عند الاطفال، يعني دائما يعني بنسمع انه ابني خلق ما في شيء وفجاه اكتشفنا معه هيدا الاضطراب. اضطراب التوحد هو خليط بين الشيء الجيني والشيء البيئي، الجيني اللي بيخلق مع الطفل والبيئي اللي هو المكتسب. نحن قلنا اول حلقه انه هو غير معروف المنشا، لهيك لا يمكن انه تعزيل شيء، يعني تعملي له صله لشيء. لهذا الشيء اعراضه بتظهر قبل الثلاث سنوات. يعني الطفل عنده اعراض مميزه لما بيكون عنده اضطراب توحد بتطلع كلها قبل ثلاث سنوات، ولكن يشخص عند الثلاث سنوات. يعني نحن ما فينا غير الا على ثلاث سنوات نشخص طفل التوحد. ممكن يتشخص قبل اربع شهور، قبل ست شهور من ثلاث سنوات، ولكن كل شيء هي الاضطرابات بتطلع قبل ثلاث سنوات. شو هي الاضطرابات اللي ممكن تطلع عن طيف التوحد؟ واحده من اطياف التوحد، يعني اول شيء طفل التوحد هو لما بدنا نجي نشخصه في له معايير. اول شيء اضطراب تفاعل اجتماعي، الطفل المتوحد غير اجتماعي، عنده مشكله بالتفاعل الاجتماعي، عنده مشكله بالعاطفه، عنده مشكله بالتعبير عن الاحساس. طفل التوحد ما في يعبط، ما في يعبر عن حبه، دائما بتحسي انه هو غير انه انطوائي، هو لحاله، مو انطوائي كمرض نفسي، بتحسي بعالم لحاله، بتحس انه هو غير مدرك للشيء اللي عم يصير، حسب طبعا درجاته. طفل التوحد عنده طريقه نمطيه بالاكل، يعني طفل التوحد بيبعد احيانا عن الفواكه، عن الخضره، بيحب الشيء الحاف، يعني مثل الخبز الحاف، ما بيحب شيء فوقه، فهو عنده سلوكيات نمطيه. لينا، بس لنا نوضح انه هي اهم المؤشرات اللي ممكن تنذرنا انه نحن طفلنا معنا عنده اضطراب توحد. بهالاشياء اللي عم تحكيها. تمام. طفل التوحد عنده حركات نمطيه، ممكن طفل التوحد يتعلق بلعبه واحده وبيلعب بطريقه غير طبيعيه، يعني مو بالطريقه اللي بيلعب فيها الاطفال. يعني؟ يعني ممكن يشلك السطل ويلعب فيه انه يحطه على راسه مثلا. ما بيعرف مثلا انه سطل الرمل بينحط فيه الرمل. يعني مثلا هو ممكن السياره يمسك الدولاب ويلعب بس بالدولاب، مو يلعب مثل الاطفال بطريقه طبيعيه، يعني بيعلق على شغلات نمطيه دائما بعيده. اوكي، بضل عم يلعب بدولاب السياره، ممكن تمتد ساعات وممكن تمتد الحاله. شغله ثانيه، طفل التوحد عنده سلوكيات،
سلوكيات تكرارية، يعني أطفال التوحد وليس دائما حسب، يعني هي أعراض سلوكية ممكن تظهر على طفل التوحد. طفل التوحد أحيانا إذا اجتمعت أعراض إنه ما بيرد على منادات اسمه، يعني لما بتنادي له باسمه ما بيلتفت عليك، بس هو ما عنده مشكلة سمعية، هو بيلفته أصوات تانية. طفل التوحد بيتعلق بالتلفزيون، لأنه التلفزيون هو فيه مؤشرات، فيه أضواء، في أصوات دائمة الحركة، لهيك طفل التوحد هو عم يتبع الإيقاع والأصوات، وليس الفكرة أنه متعلق بالتلفزيون أو التلفزيون هو أدى إلى التوحد. قد يكون التلفزيون هو مساعد على ظهور أعراض التوحد، مش ما تضيع الفكرة. طفل التوحد مثل ما قلنا ما بيلتفت لإسمه، ما عنده مشاعر، يعني ما عنده أبداً مشاعر، يعني إذا مثلاً أنه ما عنده ثبات صورة ذهنية، يعني إذا حدا اختفى من قدامه وراح خلص ما بيتذكر، حتى لو كانت أم أحياناً، يعني في بعض الأحيان. وطبعاً كل طفل عنده فروق فردية للطفل. طفل التوحد اللغة عنده لغة مصادة كلامية، يعني مصادة كلامية بتقلي له مرحبا كيفك، ممكن يرجع يقلك مرحبا كيفك، يعني ما بيقلك أهلين الحمد لله، بيقلك مرحبا كيفك، عنده ببغائية بيسموها يعني. فالطفل التوحد بيعطيك مؤشرات. طفل التوحد ممكن يرف إيده دائما، بتلاقيه رافف ايده بس مو دائما، يعني مو ضروري انه كل ما طفل رف ايده هو طفل متوحد، ممكن يوقف اطراف اصابيعه، ممكن ينط، بس انا عم برجع وبقول بحركات نمطية، بحركات تكرارية، يعني بتتكرر مثلا كل ساعة عم تتكرر مرتين وثلاثة واربعة، مو انه مثلا، لانه انا بعرف شو حيصير هلا، انه انا ابني وقف على طرف اصابيعه مرة بنسنة هذا متوحد، لا، الفكرة بالتكرار، انه كل ما كرر الطفل. أطفال التوحد عندهم مشاكل نطقية، بس مو بالنطق، مختصة باللغة، لأنه هو بمرحلة استيعاب اللغة وإدراك اللغة بيختلف عن الطفل الطبيعي. دائما عندنا كمان سلوكية شغلات خطأ، أنه لما بدنا نجي نشخص التوحد، لا يشخص التوحد بيوم وليلة، التوحد بده اختبارات، بده استبيانات، بده قصص، مراقبة الأم، بده مراقبة، بدك انك انت تعرفي انه هل الطفل حقق معيارين من اصل ثلاثة او ثلاثة من اصل أربعة، ممكن يكون مصاب على لحتى شو؟ ممكن يكون مصاب. بس انت حكيتي يمكن لينا عن الاعمار يمكن الكبيرة شوي، فينا نقول نحن في كمان اطفال بالاربع شهور خمس شهور ممكن؟ لا. ما في انه بالعمر اربع شهور نعرف انه معه توحد؟ ممكن، عم نسال انه هل هنا ممكن يبين، يعني في اعمار قبل ثلاث سنين، يعني عم تقولي بثلاث سنين انه ممكن نشخص، بس في ممكن بالاعراض بتبلش من السنه، من السنة ونص، تمام، بتبلش الاعراض، لكن نحن حسب المنظمات اللي بتحكم طريقه تشخيص التوحد والمعايير الاساسيه، لا يمكن تشخيص التوحد لعمر الثلاث سنوات. ليش؟ لانه نحن بنخاف انه يصير التباس بينه وبين اضطراب ثاني، مثل اضطراب الطفوله التفككي، اضطراب الفصام الطفولي، في متلازمات تاخذ سمات توحديه، بصير في اختلاط، تمام. فنحن بنعطي مسافه امان لعمر الثلاث سنوات، ولكن لا يعني هذا انه نحن للثلاث سنوات ما بنتداخل مع الطفل، لا، بيتداخل مع الطفل بالتربيه، بالتدخل المبكر، بيتداخل مع الطفل وبيبلش بينعرض ذهنيه لمحاكاه ذهنيه كرر وما كذا لمحاوله لاخراج اللغه السليمه، اللغه القصديه، يعني ما يعيد وما يكرر وما كذا لعند ثلاث سنوات، لما متاكد من كل المؤشرات ساعتها يشخص الطفل للاسف توحد. لينا، ممكن الطفل من بعد ما يتاخذ على اخصائي ويكون في مساهمه بالاهل فعاله بالتعاون معه انه يروح الاضطراب منه؟ هلا التوحد من خفيف الى شديد حسب درجته. هلا انا مثلا بشوف، انا بحكم تداخلي مع التوحد كثير قليل، يعني لاني بعد شوي عن اضطراب التوحد من ناحيه العلاجيه، بس مثلا رفقاتي اللي عندهم مراكز، تمام، انا شفت تقريبا ما يقارب 14 حاله توحديه دمجت بمدرسه طبيعيه، والطفل بده اخصائي تربيه خاصه او نطق ليعرف انه هذا متوحد. يعني بيجي اختصاصكم بالمرحله الثانيه، بيشو مرحلة متقدمة، يعني بيكون الطفل خاضع على عدة علاجات بالمركز؟ لا، الفكرة انه نحن، انا عم اقول لك انا شوي يمكن بعيدة عن دمج اطفال التوحد بالمدارس،
لانه ما في وقت يمكن وعلاجهم طويل. يعني الطفل بدهم طويل الامد وبده طفل التوحد اجمالا بده مركز وليس عياده. تمام، لانه الا اذا كانت الحاله بسيطه. طفل التوحد لازم يقعد بالمركز من 8 شهور، من 8 الصبح ممكن للثلاثة الظهر، ببرامج أكاديمية، ببرامج معرفية، بتعديل سلوك. فلازم الطفل التوحد يتنوع. لما بيجي على عيادة أو شيء ما رح يأخذ الخبرة أو المنفعة. أنت بتدخل أخصائي النطق؟ أخصائي النطق سامي كان مثلي عنده خلفية بالتربية الخاصة، في يتدخل دغري بشخصه طبعا وبيبلش معه مرحلة العلاج دغري. يعني أن اول ما بنعرف انه في اضطراب وفي هيش بيجوا على اخصائي تربيه خاصه او نطق. بس فكره الاهل بدي هيك اعمل بين هلالين عليها. هي نقطه مهمه بدي اسالك عنها. ليه؟ لانه قديش فعليا الكشف المبكر عن هيدا الاضطراب وتعامل الاهل بالتعاون مع المركز قديش بيحسن من سلوكه للطفل. لا تم الطفل كل ما مثلا طفل متوحد انه انكشف لك اخصائي التربيه الخاصه واخصائي النطق عنده قدره انه يكشف طفل التوحد قبل 3 سنوات. طبعا لانه بالاخير هذا علم اكاديمي ومعايير نحن عم نمشي عليها. لهيك لما بتبلش الام من عمر السنتين بمرحله الطفل التوحد ما بينضف بسرعه، ما بفوت على الحمام لحاله، عنده تاخر بشغلات كثير من ناحيه الاستقلال الذاتي يعني. تمام، فلما بتبلش الام من عمر الطفل الصغير كثير بتروح مظاهر. قلت لك انا شايفه حالات كثيره وانا دامجه حالات بالتوحد قبل ما انا اتفرغ للنطق بشكل كامل. دامجه حالات للتوحد وقلت لك بدها اخصائي ليكتشف انه هذا الطفل. وتعاون الاهل كثير له دور كبير. تعاون الاهل تمام. لما بيطبق برنامج بالمركز او بالعياده وبترجع الام بتطبقه بالبيت تاكدي انه الطفل الطفل حيتحسن. اما اذا ما تطبق هي اهم نقطة، انه الاهل يقبلوا واقعهم ويساعدوا اطفالهم، ما يرفضوا هالحالة ابدا لحتى يحصلوا على شفاء تام.